السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله باش هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. وقبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نقول لكم سنه سعيده وكل عام وانتم بخير، ونتمنى ان شاء الله هذه السنه ديال 2022 تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، ويحيدوا علينا هذه الاوبئه وهذه الامراض اللي كثرت في هذه الاعوام الاخيره. وبغيت نشارككم اليوم في هذا الفيديو هذا اللحظات ديال توزيع اول جائزه اللي غادي جائزه الكوبرا من طرف قصريه الحمامه البيضاء، وبغيتكم تشاركوا معنا وتحضروا لهذه اللحظات ديال توزيع هذه الجائزه لاول فائزه اللي فاز بهذه الجائزه هذا، وبقاو معنا ما تزربوش.